أصدقائي ومتابعي قناة إضافات، أهلا بكم في شرح الجزء العاشر من لوحة أركل 300. وأول ما نبدأ به، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يفوتنا الدعاء لأهلنا في غزة بالنصر والثبات والتمكين وبرفع الظلم عنهم. ونبدأ في أول إعداد في هذا الشرح، وهو فاين لبيتيول، وهو خاص بالمصاعد المجهزة بقارئ السرعة أو جهاز الإنكودر. أكانت هذه المصاعد مصاعد جر تراكشن ماشين تعمل بواسطة جهاز VVF أو جهاز مناعم الحركة أو مصاعد هيدروليكية. وهو لضبط مستوى التوقف الدقيق أو للمساواة بين عتبة الباب الخارجي وعتبة الباب الداخلي للصاعد أو الكبيل عند الحركة صعودا أو هبوطا. وعند الوصول إلى هذا الإعداد واختياره، يظهر لنا الشاشة كما هو موضح أمامنا. وفيه يتم معايرة كل طابق لوحده صعودا وهبوطا. فبعد تشغيل المصعد بشكل مبدئي، يتم الوصول إلى كل طابق وتسجيل الفروقات في مستوى الطابق لكل طابق في حالة الصعود أو الهبوط. ثم بعد ذلك يتم تعديل مستوى التوقف عن طريق إدخال القيم التي تم كتابتها لكل طابق لوحده على الشاشة الظاهرة أمامنا، وتكون القياسات بالمليمتر، وتكون إشارة الزائد هي لزيادة المسافة في حالة الصعود أو الهبوط، بينما إشارة الناقص هي لخفض المسافة. ونذكر مثال على ذلك لو تحرك المصعد على الطابق الثاني صعودا، أي في حالة أب، وكان يرتفع عن مستوى الطابق عند إعطاء الطلب بمقدار 30 ملم، فنحتاج إلى خفضه عن طريق هذا الإعداد بمقدار 30 ملم إلى النزول لمستوى الطابق، فتكون المعايرة كما هو موضح في الصورة F2 up minus 30 ملم. والعكس صحيح في حالة الهبوط، فلو كان المصعد على الطابق الثالث وأعطي طلب على الطابق الثاني وكان ينخفض عن مستوى الطابق الثاني عند النزول من الطابق الثالث بمقدار 40 ملم. لذلك نحتاج إلى معايرة هذا الطابق في حالة النزول أو الهبوط بمقدار 40 ملم ليصل إلى مستوى الطابق، فتكون معايرة هذا الطابق هي F2 down ناقص 40 ملم، أي أن يقف قبل المعايرة المحددة بمقدار 40 ملم أو 4 سم. ليفل تيون فروم كار أوبريشن بيرج أو COP. وفي هذا الإعداد يتم ضبط مستوى التوقف الدقيق عن طريق لوحة الطلبات الداخلية للصاعد أو الكبيل، ويكون ذلك على النحو التالي كما سنبين لاحقا. لعمل معايرة عن طريق الكبسة الداخلية أو كبسة الطلبات الداخلية COP، يجب أولا تفعيل خاصية الريليفلينج. ثم بعد ذلك نبدأ المعايرة هبوطا، ويتم الضغط على كبسة إغلاق الباب مع استمرار الضغط عليها وتسجيل طلب أدنى من الطابق المتواجد المصعد عليه. وسيبدأ المصعد المعايرة الدقيقة هبوطا، ثم بعد الوصول إلى مستوى الطابق الدقيق الذي نريده يتم تحرير كبسة إغلاق الباب، فيتوقف المصعد عن المعايرة هبوطا. المعايرة صعودا،
ويتم الضغط على كبسة إغلاق الباب مع استمرار الضغط عليها وتسجيل طلب للطابق الذي يلي الطابق المراد مغايرته صعودا. مثلا كان المصعد على الطابق الثاني، نسجل طلب على على الطابق الثالث، وسيبدأ المصعد المعايرة الدقيقة صعودا، وعند الوصول إلى مستوى الطابق المطلوب معايرته يتم تحرير كبسة إغلاق الباب. ونكرر تلك الخطوات على جميع الطوابق لمعايرة جميع الطوابق صعودا وهبوطا. وبعد الانتهاء من معايرة جميع الطوابق يجب إعادة ضبط هذا الإعداد إلى خيار ديسيبل أي غير مفعل. ونستخدم هذا الإعداد عند القيام بقراءة أبعاد الطوابق للمرة الأولى أو عند الرغبة في مسح قراءات الطوابق السابقة والقيام بقراءة الطوابق من جديد. عند اختيار مسح قراءات الطوابق السابقة تظهر لنا الرسالة التالية: Are you sure? Yes, down. أي إذا كنت متأكد من اختيار مسح الطوابق السابقة يتم الضغط على زر سهم النزول كما هو موضح في الصورة أمامنا. ونصل إلى إعداد Reliable Method، وهو طريقة اختيار إعادة التموضع للمصاعد الهيدروليكية أو مصاعد البي بي اف المتصلة بجهاز إنكودر. ولدينا هنا خياران لتحديد طريقة إعادة التموضع للمصعد. الخيار الأول وهو with encoder أي عن طريق جهاز قراءة سرعة الماتور أو الإنكودر، ويتم اختياره عندما يكون فرق في مستوى التوقف بين الصاعد الفارغة أو الصاعد المحملة، ويكون الإنكودر مثبت على جهاز مراقبة السرعة أو السبيد جوفرنر. وأما الخيار الثاني فهو with 141 و 142 أي يتم اختيار إعادة التموضع عن طريق إشارات 141 أو 142 وهي إشارات مستوى الطابق أو الليفل. ويتم اختياره عندما يكون فرق في مستوى التوقف أو الفرق في مستوى التوقف بين الصاعد الفارغة أو الصاعد المحملة، ويكون الإنكودر أو جهاز قراءة السرعة مثبت على محرك الجر الرئيسي. وهذا الإعداد هو خاص بالمصاعد البي بي اف دون غيرها من المصاعد. بي ار 2 ريلي فانكشن وهو وظيفة ريلي البي ار 2. وهي هنا نفس وظيفة البي ار التي مرت معنا في الجزء السابق. فإما أن نستخدمها لتكون مخرج لجرس الوصول أو الجانج، أو لإعطاء إشارة لمحرك ماتور ثاني لعمل إعادة تموضع من المصاعد الهيدروليكية ذات المضخات الكبيرة. باسورد. وظيفة هذا الإعداد إظهار رمز الدخول أو حتى تغييره عند الرغبة في ذلك، باستخدام مفتاح سهم إلى أعلى أو سهم إلى أدنى أو أسفل، مع الحرص على عدم نسيانه لأنه سيطلب منك في كل مرة تريد الدخول إلى قائمة الإعدادات. والإعداد الأخير هو Exit from Menu أي الخروج من قائمة الإعدادات. وهذا الإعداد هو لتخزين التغييرات التي طرأت على الإعدادات والخروج من قائمة البرمجة. أصدقائي لا تنسوا الدعاء لأهلنا في غزة. وفي نهاية هذا الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.